بياتغورسك الروسية سيد ديمتري بريغا الباحث السياسي. سيدي، طال الحديث عن الصين والتحالف الخفي مع روسيا، في تقييمك هذا التحالف لماذا يظل حتى هذا التوقيت طير كتمان، وأن كل الأحاديث تأتي من الغرب أنها متخوفة دون أن تلتمس أي مؤشرات على هذا التعاون؟ مساء الخير. التعاون بين الصين وروسيا والتعاون بكل تأكيد الآن موجود، ولكن بكل تأكيد الصين لديها سياسة تختلف عن السياسة الروسية. إن كنا نتحدث عن السياسة الخارجية، فالصين سياستها تختلف في كثير من الأمور عن السياسة الروسية، كما مثلا إيران حليفة روسيا في كثير من الأمور السياسية، ولكن هي تختلف في وجهة النظر بما يخص الملف الأوكراني. وكانت هناك تصريحات لوزارة الخارجية الإيرانية التي لم تعترف فيها لضم المقاطعات الأربعة وشبه جزيرة القرم لروسيا، وهذه التصريحات أيضا يعني توحي بأن بعض الحلفاء لروسيا لديهم سياسة خارجية مختلفة، ولكن هم يحافظون على علاقتهم مع روسيا بسبب التجارة والأمور الاقتصادية التي من شأنها يعني مساعدة أو دعم الاقتصاد. روسيا بكل تأكيد الآن تعتمد على الصين في الكثير من الأمور. هناك خط قوة سيبيريا الذي سوف يمر عبر منغوليا إلى الصين، ويعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على هذا المشروع لتحسين الاقتصاد الروسي. أيضا الصين تساعد روسيا جزئيا في تخطي العقوبات الغربية، كما أيضا تركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تساعد أيضا روسيا في تخطي جزء من العقوبات وحل المشاكل. كيف تساعد؟ ماذا تفعل؟ أولا يعني روسيا تستورد البضاعة من هذه الدول، من دول التي يعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقة لروسيا، إن كانت حتى البضاعة الأوروبية والتي حتى الآن جزء منها موجود في الأسواق الروسية تم استيرادها من دول آسيا الوسطى، لأن هذه الدول يعني تساعد أو حتى الشركات الأوروبية ترسل البضاعة لهذه الدول لكي يتم إرسالها إلى الداخل الروسي عبر تخطي العقوبات الأوروبية. يعني روسيا تعتمد على هذه الدول في تخطي جزء من العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب ما يسميه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية الخاصة في أوكرانيا. إذن يعني الآن التحالف الروسي الصيني بكل تأكيد له مستقبل. روسيا ترى بأن الصين قد تساعدها اقتصاديا في المستقبل، ولكن حتى الآن واضح بأن الصين لديها كما قلت سياسة خارجية مختلفة نوعا ما عن السياسة الروسية. رأينا التصريحات الأخيرة لوزارة الخارجية الصينية بما بالملف الأوكراني بأن الصين سوف تقدم مشروعا للحل أو السلام في أوكرانيا، وبأنها تدعم يعني سيادة أوكرانيا. إذن في بعض الشؤون وفي بعض الأمور السياسة الصينية تختلف عن روسيا، لأن الصين تعتبر نفسها تابعة للاتحاد السوفيتي أو يعني ما كان فيه الاتحاد السوفيتي، ولذلك هي حتى الآن تحاول أن تحافظ على هذه السياسة. أيضا الصين لديها رؤية وهي تريد الحفاظ على العالم الذي نراه الآن، ما يعني يختلف عن وجهة النظر التي يتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن بكل تأكيد هذا التحالف هو كما تحالف روسيا مع تركيا، كما تحالف روسيا مع الدول الأخرى، هو تحالف من شأن يعني اقتصادي تجاري، ولكن حتى الآن كما قلت وجهات النظر السياسية في بعض الأمور تختلف بين الصين وروسيا.